روح الحياة وزادها قرآننا روح الحياة، املأ حياتك بالهدى قيما يباركها الإله. يا ابن الخصال نقية في الناس ما أزكى عطا، به استقام طريقهم عملا بما يرضي الإله. أول شيء بالنسبة للممر الصور الفوتوغرافية اللي أمامكم، صراحة شيء جميل أننا بنعبر عن آيات الله الحكيم في تعبير عن صور، وأعتقد فيها تدبر اللي بيطلع على الصور، وأشكر الجميع. قرآننا روح الحياة، املأ حياتك بالهدى قيما يباركها الإله. طبعا هذا الممر نشأت هذه الفكرة عندما رأينا هذه الصور التي تعبر بطريقتين احترافية. الأولى إما أن تكون هذه الصورة جاذبة للآية حتى تقرأ هذه الآية الموجودة على الصورة، أو تكون هذه الصورة هي مقربة لمعنى هذه الآية، حتى إذا مر الزائر يشاهد هذه الآية ويرى جمال هذه الصورة، فهذا هو معنى الممر البصري للقرآن الكريم. فكرة الممر البصري نشأت بالتعاون مع جمعية قيم الهدى بجدة، فنشأ هذا المعرض الجميل عندما ظهر بهذا المظهر الرائع. طبعا المركز أو الممر البصري للقرآن الكريم ينقسم إلى قسمين: الممر البصري الذي يشاهده الزائر أثناء زيارته، وهو يحتوي على أكثر من 65 صورة معبرة، والقسم الثاني هو قسم المسابقة، ويحق للزائر أن يشارك في صورتين ليس عليها لم يوضع عليها آية، وإنما يستنتج الزائر الآية المناسبة لهذه الصورة ويمسح الباركود الخاص بالمسابقة الموضوع أمام اللوحات المسابقة، ثم يكتب الآية المناسبة لهذه المسابقة. طبعا هذا المعرض يستمر من 3 رمضان إلى يوم 20 رمضان بإذن الله تعالى. بعد ذلك يتم فرز المشاركين من خلال لجنة تحكيمية للمشاركات جميعها، ثم بإذن الله تعالى يتم ترشيح أفضل 3 مشاركات للحصول على 3 جوائز قيمة بإذن الله تعالى. روح الحياة، املأ حياتك بالهدى قيما يباركها الإله.